اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر وبمقطع جديد. مقطعنا اليوم يا جماعة تحميل افضل موديل لماينكرافت جوال مدات طويل كتير، فيلا بدون ما نطول عليكم ضغط اللايك واشترك بالقناة اذا مو مشترك، وفعل جرس التنبيهات يعني يصلك كل شيء جديد بنزله على القناة ان شاء الله. وقولوا لي المودات اللي بتكون اياها في التعليقات عشان ننزلكم اياها ان شاء الله. وحاليا خلينا نروح للمود الاول. اوكي يا جماعة، المود الاول حيكون معنا هو مود بساوي لك العالم فاضي بالكامل يا جماعة، مثل ما كنتوا شايفين. يعني شلون بساوي لكم عالم فاضي بالكامل يا جماعة؟ مثل ما كنتوا شايفين يا جماعة، بخلي لكم اياه مسطح بالكامل. يعني هذا المود يا جماعة بخلي لكم الارض مسطح مثل ما كنتوا شايفين يعني، وما بغير شيء. مثلا مثل ما كنتوا شايفين هون في اشجار وفي ارض وفي كل شيء. معه هلا حنزل على هذا الكهف يا جماعة مثل ما كنتوا شايفين هون تحت. هذا هو الكافي يا جماعة مثل ما كنتوا شايفين، يعني كل شيء طبيعي مثل ما كنتوا شايفين يعني، ومود جدا اسطوري يا شباب. فهذا هو المود الاول يا شباب. حاليا خلينا نروح للمود الثاني. اوكي يا جماعة، المود الثاني حيكون معنا واللي هو مود افران الموارد. هذا المود يا جماعة بيضيف لنا افران جديدة مثل ما كنتوا شايفين هون، الايرون هون، الجولد هون، الدايموند. يعني المود يا جماعة اذا بدكم تاخذوا الافران هدول من الكرييتر فما حتقدروا، لازم تستعملون انتم بايدكم يعني. اوكي يا جماعة، هلا مثلا فوت عفرن الايرون بهذا المود، ما في داعي حتى تستنى الشيء انه ينحرق يعني، بس بتحطه بهذا الشكل يا جماعة مثل ما كنتوا شايفين يعني، وحيعطيكم اياه. بس ما حيعطيكم واحدة يعني واحدة يعني، فحيعطيكم كل اور يعني واحد، حيعطيكم اثنين يا جماعة مثل ما كنتوا شايفين يعني. تبع الايرون حيعطيكم اثنين، اما تبع الجولد فحيعطيكم مثل ما كنتوا شايفين يا جماعه حيعطيكم اربعه، يعني شيء جدا 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 اسطوري. تبع الدايموند يا جماعه حيعطيكم سبعه يا جماعه، او ماي جود، سبعه من حبه واحده يا الهي، من دايموند فقط. هلا ننتقل لطريقه هي هي طريقه صنع الايرون يا جماعه، وهي هي طريقه صنع الجولد، وهي هي طريقة صنع الدايموند. اوكي يا جماعة، وهون بس بنكون وصلنا معكم لنهاية مقطعنا اليوم. لا تحرمنا من زر اللايك والاشتراك بالقناة اذا مو مشترك، وتتأكد انك مشترك بالقناة يا جماعة، انه هاي السنة يا جماعة هدفي انه اصل لألف مشترك يا جماعة. لا هو ألف مشترك اظن انه سهل عليكم لانه مشتركيني اساطير يا جماعة. فبتمنى انك تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات، وبس ومع السلامة.